قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. نعمته بمعنى كل ما تحتاجون إليه لفترة بقائكم على الأرض تام غير ناقص. لماذا القرآن يقول يتم؟ لأنه سيأتي زمن كالزمن الذي نعيش فيه، ويدعي من يدعي من البشر بأن الموارد البشرية لا تكفي والنعم الموجودة ما تكفي وإلى آخره، ومصادر الرزق والمياه، للآن في حروب مياه. فسيأتي على هذا الزمن، تدبروا كيف القرآن يخاطب كل زمان ومكان. فمن تمام نعمة الله سبحانه وتعالى أن قدر في الأرض أقواتها، بمعنى آخر ما يكفي لوجود الجنس البشري. ولكن لماذا هذا الاهتمام بكل هذه الموارد والنعم؟ لماذا هذا التأمين القرآن الذي القرآن يؤكد بأن ما تحتاج إليه من نعم ترى موجود، ما في نقص؟ لماذا يذكرني بالتمام؟ حتى أعيش في أمن، لأن الإنسان البشرية كلها اليوم تعيش في رعب في خوف. حتى الدول المتقدمة هي تعيش في واقع الأمر في خوف، بل إن هناك عدد من النظريات تبين أن ما اصطنعه الإنسان من حروب المعاصر من حروب إنما هي لأجل تأمين معاشه وحياته، لأنه خايف إنه إذا زادت أعداد البشر وهي في ازدياد فلن يكفيه ما فيها من أقوات، فيشن حروب حتى يبقى من هو أقوى وأصلح وينتهي الأضعف. فيها نظريات، فيها مفاهيم فلسفية. فالقرآن لمن يؤكد في الآية ويقول كذلك يتم نعمته عليكم، لأجل أن يؤكد هذه الحقيقة المعجزة أن الأرض ليس فيها نقص، وأن النقص الحاصل إنما هو من جراء الفعل الإنساني، لأن التمام عكس التمام ونقيضه النقص. فلما قال يتم فهي تامة وليست ناقصة. لماذا هذا التأمين في كل شيء الذي يعطينه القرآن؟ حتى تأتي التي بعدها، قال لعلكم تسلمون. أنت حين تشعر بالأمان على معيشتك وحياتك ورزقك، ألا تسلم قيادة نفسك وروحك لمن أعطى للمنعم سبحانه؟